فوطننا السيد حمين معي بس مرحبا بك استاذ السيد حمين، بالاضافه الى رئيسه منظمه راما للخدمات الاجتماعيه المعنيه بشؤون الصم لالا كابر. مرحبا بك لالا. لا هي طبعا نبدأ معك حمين، وطبعا انت لك سنوات ناشط في هذا المجال، مجال التطوع، ونختار ونعرف شنو هو واقع التطوع اليوم، كيف تصف لنا هذا الواقع؟ بالنسبة لأولا نشكر تلفزيون الموريتاني، نشكر برنامج مع الشباب على هذه الاستضافة، وطبعا على أن التطوع كان خالق وكان فيه شباب ناشطين في الميدان التطوعي، كانوا في جمعيات، كانت في أندية، كانت في فرق، كانت في شخصيات مستقلة، لكن الدولة أرادت فقط منذ فترة تنظيم هذا الحقل من خلال إطلاق برنامجين، البرنامج الأول اللي انطلق هو البرنامج الوطني للتطوع وطننا الذي يمثل، والبرنامج الثاني اللي انطلق هو برنامج التطوع والتنمية المستدامة اللي أيضا معدلته أيضا وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بنيد. والقرض من هذا العمل هو تعطير وتنظيم وقوننة العمل التطوعي من أجل أنه يخدم التوجهات الكبرى والاستراتيجيات السياسية الكبرى ويواكب أيضا هذا التطور اللي ليشهد البلد. إذا استطعنا في وطننا خلال فترة وجيزة أن ننظم، ما أننا راضين عن طبيعة العمل، غير أن ننظم على الأقل أن يكون هناك شباب موريتانيين من الهامش من الأحياء الهشة يساهمون ولو بشطر كلمة في دعم المجهودات الرسمية من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة ذات الطابع التطوعي، ذات الطابع التنظيمي، ذات الطابع الذي يحتاج إلى شباب مليئين بالطاقات، مليئين بالقدرات، ويؤمنون بأن هذا البلد هو بلد يستحق التضحية وتطوع عمل نبيل. وبدأت العديد من جمعيات شبابية والأندية وشخصيات مستقلة تستثمر فيه. نعم. لا طبعا، ما هو واقع هذا العمل التطوعي وخاصة بالنسبة لشريحة الصم؟ يعني شريحة الصم لسنوات كانت مغيبة عن جميع، يعني تعيش في عزلة. اليوم شاهدنا في بعض من مثلا عمليات التطوع اللي تخلق الحملات إلى آخره، نشهد هناك حضور لهذه الشريحة، ما السر وراء ذلك؟ هل فعلا الواقع تغير؟ بداية شكرا على الاستضافة. فعلا الصم شريحة كانت في عزلة، لكن الصم عندهم لغة الإشارة، ومن خلال لغة الإشارة هي اللي يقدمهم ويقدموا ذاك اللي يقدمه كامل مشي. أولا نحن في مجتمعنا نحن عن الشخص كامل من الأشخاص ذوي الإعاقة متعودين على دائما عن نحن هم اللي نعطوه، قال ما لنا قاعد عاطينه فرصة عنه هو بدوره عنه يقدر يعطي دائما. يعني زاد على انه هو ينظر له المجتمع بدافع الشفقه، على انه ما يقدر الشفقه. انت تعرف ان نحن قاعد نعود شخص سليم تم دائما تعطيه هو من نفسه دور، ما تلا له يعدل شيء ولا تلا له يبادر بشيء عدله، لانه هو جابر اللي دور كامل. يقال من ناحيه اخرى الشخص المعاق بصفه عامه يالطو يخلق عنده تثقيف في مجال التطوع وفي المجالات قاع كاملة العادية، يقدر يساعد ولو كيف ما قال لك الأخ حالا بشطر كلمة، ولو برأي، ولو بشي، ولو عنه لا قاعد قاع مع جماعة تشتغل في ذا المجال يقد يطرح لها رأي، والله يقد فهمت يحس إذا منه لا يكسر هو عزلته بلي لا يحس عنه كيف ذو الشباب الآخرين. وهذا هو اللي اشتغلوا عليه في المنظمة، عن هذا الشباب الصم عن نعدلوا لهم ذي قالوا التثقيف في أخبار مجال العمل التطوعي عنهم في الوقت اللي الناس تساعدهم هما ياك يوقفهم اللي بالمقابل هما اللي عندهم القدرة عنهم يساعدوا. نعم. مثلا حملات التبرع بالدم يتبرعوا بالدم، حملات نظافة، حملات توعية بمخاطر فيروس كورونا اللي عاقبنا هما يعدلوا حملات توعية. نعم. وخلالهم هما على مجتمعهم بواسطة اللي قالوا لغت الإشارة، الندوات اللي تخلق اللي دائما البرنامج الوطني للتطوع عادوا دائما مخصصين عدد في اي ندوه له يعدلوها، والله اي منتدى شبابي، والله اي ملتقى شبابي له يعدل في اطار التوعيه بمجال التطوع دائما عادوا مخصصين لنسبه للصم. الصم كان حاجز بينهم هو والناس لغه الاشاره، لغه الاشاره فم انا وفم مترجمين اللي معايا نتطوعوا بهم.
ونجوا ونترجموا لهم هما ذوك الملتقيات، لاه يحسوا عنهم ذا اللي ساري على الشباب اللي كيفهم، عنهم هما اللي ساري. يقر هذا، يقر هذا ش عد نفسية، يعني ش طري نفسية الصم اللي طبعا إني نشاركهم على الشباب اللي كيفتهم في عمل واحد، يحسوا أيضا على ذا اللي مطالب به الشباب الآخر هما نفس الشيء الله يعدلوه. سعداء بطريقة لا توصف، نبقيكم تشوفوها سعداء جدا عنهم مثلا في قصر المؤتمرات مع أنواع الشباب واللي من أعمارهم، وعنهم هم جايين يترتب عليهم نفس اللي يترتب على الشباب المتطوعين الأخرين. لا العكس، لم شباب أخرين والشباب اللي شاركوا هم بدورهم يعدلوا توعية للشباب الثاني اللي ما قد يشارك في الندوة والله في الملتقى، ذاك خلق عند ذوك الاخرين هم اللي دائما الشغف عنهم يتموا يحضروا. نعم. دائما كل مره نقبل جماعه ما هي اللي كنت قابلها المره الماضيه. نعم. فيها الشباب وفيها الشابات نفس الشيء هو. نعم. هو اللي عادوا ذوك ما حسوا هم عنهم عادوا يعطوا، وبالتالي عادوا حاسين عنهم انسان طبيعي كيفهم كيف الناس العادي. نعم. حمينا نختاروا نعرفوا انتم في برنامج وطننا ونهارات الماضيين خلق طبعا تم الإعلان عن هذا البرنامج، البرنامج الوطني للتطوع والتنمية المستدامة في موريتانيا. انت رشين هي الإضافة اللي قايلين انتم معلنها لهي تنضاف للعمل التطوع بوجود هذا البرنامج الجديد؟ أنا أظن أن برنامج التطوع والتنمية المستدامة هو إضافة نوعية للمجهود الوطني. برنامج وطننا كان مشاركة من الدولة الموريتانية في هذا المجال، قالوا المجال التطوعي، لكن الشركاء الدوليين كيف الأمم المتحدة وكيف بعض الشركاء الدوليين قرروا أيضا على أنهم يستثمروا في برنامج آخر قالوا برنامج تطوع والتنمية المستدامة. عندما نقول برنامج تطوع والتنمية المستدامة يعني أن هناك فرص عمل ستتاح لبعض المتطوعين الشباب من أجل على أنهم يقدوا يستثمروا ويواصلوا في هذا العمل التطوعي، لأن التطوع اليوم المطروح اللي فيه الإشكالية هو على العديد من الناس عازف عن التطوع، فيه اللي شاك على الناس اللي تعدل التطوع أنه ما عندها تعويضات والله أنها ما تجبر شيء. بالإضافة أيضا للقيمة المعنوية اللي تنطل المتطوع على أنه يقدم خدمة نبيلة لوطنه، كي قالت لك ذلك الزميلة لالة على أنهم هم يتطوعوا بالإشارة في الملتقيات الكبرى من أجل أن تستفاد شريحة أخرى من المجتمع وهم سعداء بهذه القضية. أيضا المتطوع سعيد عندما يقدم الخدمة وسيكون أسعد عندما يجد مكافأة مقابل ولو مكافأة رمزية مقابل هذا اللي واحد فيه من أجل خدمة الوطن. إذا البرنامج الوطني للتطوع والتنمية المستدامة جاء لشكل فراغ معين، كما أن البرنامج أيضا الوطني للتطوع وطننا جاء أيضا لشقل فراغ معين. أنا أظن على المشي البرنامجين في بلد على أنه سوف يعطي نتائج مهمة جدا في إطار الالتزامات اللي ملتزمة بها موريتانيا في إطار دمج الشباب ومشاركته وفتح آفاق واعدة أمامه من أجل المساهمة فهذه عملية البناء اللي يشهد. نعم. يشهد البلد. إذا أنت تعتقد على أنها ستكون إضافة نوعية وأيضا اهتمام رسمي غير مسبوق بهذا الجانب المهم اللي فعلا ينقذ الشباب من ذاك الفراغ الطويل اللي عنده، اللي بدلا من يبدد هذا الفراغ وهذا الوقت في لا قدر الله في الإجرام ولا في المخدرات ولا في أمور لا تخدمه هو شخصيا ولا تخدم أيضا المجتمع، أنه يعود في وقت فراغه طبعا مكون. قضية التكوين الشباب هون، يعني طبعا هناك إرادة لا شك عند معظم الشباب، لكن تكوينه هو على هذا العمل التطوعي. مترا كان في برامج داخلة في هذا البرنامج الجديد التي تشكل دعامة لكم أنتم في برنامج وطننا. بالنسبة للبرنامج الوطني التطوع وطننا ليس فقط معنيا بالجانب التطوعي. نعم. هناك بلان داكسيون، برنامج عمل، خطة عمل فيها دورات تكوينية، فيها تبادل خبرات وتجارب، فيها لقاءات، فيها الاستلهام من تجارب أخرى. لأني نحن في البرنامج الوطني التطوع ما بين نقوله إلا أن التطوع بدأ معنا. هناك أوجه شابة موريتانية أسهمت في التطوع ولو بطريقة غير منتظمة، تجب الاستفادة منها، يجب تكريمها، يجب الاعتراف بمجهوداتها، يجب أيضا على أن تتبادل تجارب مع الشباب الموريتاني. اليوم البرنامج الوطني التطوع نجح في قضية مهمة جدا، هي على أن منين نطلقوا دعوة لأي نشاط رسمي سواء كان نشاطا حكوميا أو نشاطا معين، تبرع بالدم أو نظافة، تأتي ملايين. يعني تكون فم استجابة قوية كبيرة من مختلف الشباب الموريتانيين الذين لا يريدون تعويضا
يعني ما السر وراء ذلك سيد حميل؟ يعني السر وراء شنو؟ السر 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 وراء مشاركة شباب هي هو السر الذي ظهر خلال الذي ظهر خلال الكأس الإفريقية للأمم التي نظمت في نواكشوط. تعودنا خلال السنوات الماضية في المؤتمرات في القمم، القمة العربية، القمة الإفريقية، في قمة العالم الإسلامي، أن نرى فئة معينة من الشباب يتم اختيارها بطرق غير معروفة. غير معروفة. اليوم من خلال برنامج وطن التطوع استطعنا خلال كأس إفريقيا أن نأتي بشباب موريتانيين يسكنون في كوسوفو، يسكنون في قندهار، يسكنون في الدار البيضاء، يسكنون في كبة القريقة، من أجل المساهمة في تنظيم البطولة والاستقبال والتوجيه والضيافة، ويشعرون بالسعادة طبعاً أن هذا يعني هذا معنيين درجة الأولى، يرافقون فرق إفريقية دولية في الباصات في السياحة، يقدمون رأيهم فيما هو مقام به. وظهرت موريتانيا بمختلف ألوانها بمختلف أعراقها في عمل وطني بحت شارك فيه الجميع دون إقصاء. التطوع والإقصاء لا يمكن أن يسير في متوازي. نعم. لا طبعا، لكن لا شك أن هناك طاقة كبيرة عند الصم من أجل، وأيضا حماس من أجل تقديم خدمة المجتمع. بالنسبة للتكوين هم على هذا العمل من دركان ذم، أيضا هم يتلقوا دروس تدريبات إلى آخره، يعود التطوع أيضا راسخ في أذهانهم هم أيضا وفاهمين وبنفس المفهوم الفاهم به الشباب الآخرين. زين. طبعا السابق إذا ما كان فهم دروس توعية في مجال ذي اللي قالوا العمل التطوعي، كانوا على مستوانا نحن كشباب مثلا ما هو تحت إطار رسمي، لا على مستوانا نحن مثلا أنا ومترجمين لمعايا نعودوا نعطوهم دروس توعوية في ذي المجال. لكن مؤخرا ولين التحقنا بالبرنامج البرنامج الوطني للعمل التطوعي وطننا، لين علموا بينا وعلموا بشباب الصم وتكلمت معاهم فيهم، تكلمت على المنسق باخبار الصم واخبار مجالهم، راعيهم قاع فعلا هم يعرفوا فيهم شاب اصم مصور فوتوغرافي يعرفوه محمد ريمين وديحية يمشي معاهم ويستفاد منهم. كيف ما قال لك هو التطوع فعلا فهم التطوع قال مدي فهم مردودية مادية ليتساعدهم هم وليتحفزهم أكثر عنهم يعطوا، فهمتوا؟ من خلال هذا البرنامج وطننا عاد دائما ندوات اللي يخلقوا يعود فيهم مئات الشباب السامعين تنعطى نسبهم اللي عدد معين من الصم عنهم يجوا ويستفادوا من ذيك التوعية وذاك التحسيس وذاك ذوك المجالات اللي كاملين يلطهم هما يتطوعوا فيهم. ولين يعودوا مالي البرنامج محتاج على عمل له يشرك فيه الشباب يتواصلوا معايا ونوفر لهم أنا الشباب اللي يدوروا يستفادوا شباب الصم ماديا ويستفادوا معنويا يحسوا عنهم قدموا كيف ذي اللي قدموا الشباب اللي نوراءهم اللي بنفس كيف ما قلت لك جنسهم وأعمارهم، ولا يستفادوا مالي ماديا لا يعودوا محفز لهم نظرا عنهم يعانوا دائما من مشكلة التكوين المهني. نعم. ومشكلة الشغلة وذا. وفعلا الحمد لله عادوا كل مرة ورا مرة نحس عنهم استفادوا أكثر ونحس عنهم نان الله قال لي عادوا يعدلوا مبادرات من دوني أنا. نعم. على مستواهم هم على مستوى الصم اللي أصغر منهم عدلوا لهم توعية عيطوا لهم يجمعوا بهم حتى فترة راحة هذه المدرسية اللي تعود لا العاشرة هذه بين الساعة عدلونهم توعية في مجال الصلاة. نعم. ومجال أمور الدين ومجال حتى عنهم يتطوعوا عنهم مساعدة الآخرين عنهم حتى لعادهم وعندهم هذه الإعاقة السمعية عنها ما يالله تتشكل لهم عائق. نعم. هي ما نعم. عنها ما يمشكل لهم عائق عنهم هم اللي ما يعطوا والله ما يقدموا. نعم. حسيت عنهم فعلا عنهم من خلال هذا البرنامج عنهم استفادوا اكثر وجودهم هم مع الشباب الاخرين يعني ايش عاطي اعطيهم من اعطيهم دفعه فواحده من في احد الملتقيات اللي كان منظم البرنامج الوطني للتطوع لين وفاو الايام اللي كانوا يعدلوا تميت في الليل لين كونكتيت راعيهم اللي هما وش من الشباب جاي هو ذو الملتقيات يجوا فيهم اهل الولايات ومال الداخل راعيهم اللي هما وش من الشباب نواذيبه
في ريستوران في مطعم مناديينهم ومشاولي صورهم في الليل سعداء بشكل ما هو عادي عنهم تعرفوا على الشباب في خلال الأيام وعنهم معاهم الليلة متعشين هم كاملين كيفهم كيفهم فهمت كسر ذاك الحاجز ذاك العائق ما تلفهم لأصلا حس عنه هو نفسه نفس اللغة حتى نعدلها لهم في الحالة العادية مثلا إذا عندنا مدة منهم راكبة تاكسي عن دائما يلتهم كي مرا ذي في عوايدنا يعني خلصوا أنا ولا خرص ذاك منهم اللي دائما أكثر مثلا دائما عنده المادة ما أوكي في ذاك الآخر عنه قد يتم يساعده شي ذي نبتو شوي شوي وإن شاء الله مزلنا دام خرصين في الأفق عن ذا دوري عقب يتطور ويشمر الصم كاملين طيب مشاهدين الكرام ومواصلين هذا اللقاء من برنامج مع الشباب مع ضيوفنا والحديث دائما عن التطوع نبقى مع هذا الفاصل الغنائي نعود بعده لاستكمال حلقة برنامج مع الشباب لا تذهبوا بعيدا لله
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لضيوفنا الكرام، رجعنا للمسؤول الإعلام في البرنامج الوطني تطوع وطننا سيد حمين معيبس، ولالا كابر رئيسة منظمة راما للخدمات الاجتماعية المعنية بشؤون الصم. سيد حمين، من درا يا كان التطوع درك يكان ولا هي قبض طريق اخراك طريق التنظيم؟ احنا نعرفه في السنوات الماضيه لان فم فعلا اراده، فم فعلا يمارس هذا يعني العمل بشكل فردي بشكل غير منظم. من رأي كان هناك يعني لا يعود اكثر قوننا من ذي قبل؟ فعلا لان البرنامج والله زادوا البرامج تخلقوا مجال تطوع، لان فم اراده سياسيه موجوده، معدلين حسب اجراءات قانونيه على مستوى وزاره الثقافه والشباب والرياضه، كلهم عنده اطر وعنده برنامج وعنده مصادر المرجعيه، وفهم ايضا مشاركتهم باللي كيف قالت لك لالا، لان اليوم البرنامج الوطني للتطوع وطننا اصبح حقيقه يجب التعامل معها، لان كل الشباب الموريتانيين اللي يشتغلوا مجال التطوع كل ما علموا فهم نشاط والله فهم امور لا يتحرك في الاطار الرسمي يتواصلوا مع البرنامج، كان فهم هذا فهم بعض دور لهم هم في اطار هذا العمل. نحن نعرفه على مستوى البرنامج على فهم نقص متاكدين منه، اثبتت النتائج التي حقق البرنامج اعلنوا بامكانه اعلنوا تم التحسين منه، مثلا في اطار توعيه على كوفيد ظهر المتطوعين بشكل لافت، على مستوى تنظيم المباريات الرياضية ظهر المتطوعين، على مستوى كل الأنشطة الرسمية ظهر المتطوعين، واليوم هو الأهم قضية الصم. أنا أود فقط أن أشير إلى أن قضية الصم قضية مهمة بالنسبة لنا في البرنامج الوطني للتطوع، لأنهم مشاركتهم اليوم وكل مرة فتحت لنا الفرصة نزيدوا من ذاك الكوتا بين اللي نقولوا للتمييز الإيجابي بالنسبة لنا حقيقة غير الله نعود حقيقة أكثر عندما نضع متطوعين شباب أمام الملاعب أمام دور السينما أمام المهرجانات الكبرى من أجل تسهيل ولوج الأشخاص المعاقين الغير صم، ومن أجل أيضا تسهيل ولوج الأشخاص اللي مسنين، ومن أجل أيضا مساعدة القائمين على الأمن المروري بتنظيم السير بفتح الطرق بالمساعدة خلال الأعياد في الأسواق بالسقاية، هذه كلها أمور بإمكانها أنها تنظم بإمكانها أنها تقونا، والبرنامج الوطني للتطوع يسعى إلى تسويق الجانب المتفائل عن موريتانيا. نعم. نحن لا نسعى أبدا إلى تسويق الألم، فهم واحدين مرضى يعطي يشتري لهم الدواء، فهم واحدين شيعانين يعطي يشتري لهم كذا، نحن نسوق لهم فهم إرادة سياسية صادقة، فهم إمكانيات، فهم شباب موريتانيين إذا تم تزويدهم بهذه الإمكانيات بإمكانهم علنهم يستثمرون فيما ينفع الناس، ونوفاو من هاي قضية واحد معلق دقة ومجموع لشم الفضة وواحد معدل سقاية ومعدل حولها صخاب إعلامي لا بد أن يعود فهم تنظيم حتى لا نسوق الألم، لكي أيضا يعود هذا التطوع عاطي نتائج أولا صورة مشرفة عن البلد، لأن اليوم من المحزن جدا على أنك ترى صور موريتانيين منشورين على وسائل الاتصال على أنهم مرضى لا يجدون سوق حبة من الباراستامون وهم في بلد معروف بالبذل والعطاء والمساعدة والتكافل. من الصعب جدا أعلن يظهر في بعض المناطق اللي موجودة فيهم الدولة يظهر عن قصد أو غير قصد عن فهم قياب للدولة فهم قياب للمؤسسات. نعم. إذا تم استثمار هذه الإمكانيات في عمل تطوعي خالص أولا لوجه الله ثم للقيم المواطنة السمحة نصل إلى نتائج معتبرة وتعود موريتانيا كفاءة والدول اللي ما فيهم طلاب صادقة ولا فيهم متسوي. لا بالنسبة للعقليات إلى أي حد تلعب يعني دور تغيير العقليات إلى أي حد تلعب دور في إنجاح التطوع العمل التطوعي بصفة عامة؟ فعلا العقليات خلق فيها تطور بغض النظر عن الصم اللي فتنجينا على قضيتهم. اليوم الشباب عترام حتى اللي قاع ما هم تابعين للبرنامج الوطني للتطوع تحس عنهم شباب عنهم عادوا عندهم ثقافة اللي قالوا التطوع راو خالق التطوع خالق التبرع. نعم. فهمت؟ التطوع هو اللي كيف ما قالك هم دائما شيء مشجع للشباب يحفزهم. نعم. وفي نفس الوقت يعودوا ملي معطائين فهم وليوك شباب اللي يتبرعوا. التطوع هون الشباب تغيرت عندهم ذيك العقلية بتاتا، مثلا كانوا واحدين منهم شاب عاطل عن عمل دائما نشوفه دائما قاعد في الدار
ما عنده شيء ما عنده شيء معدل بالنسبه له هو انه ما عنده شيء قد يعدله ما ولا عاد ماشي شور شقله يقال انت تشوف هذا الشاب ماشي ياك يتطوع ماشي قابل وقته وجهده ياك يتطوع باللي هو قاع الى حتى الى رجعنا للامور الاخرى الدينيه وذا شيء نحن داروا علينا مولانا واصلا انت الانسان واجبات دينيه واصلا انت الانسان تبقى معطاء تبقى العطاء معناه انك لين يخلق لين تخلق فم باش خلق التوعيه اكثر وتحفيز اكثر باش وصلنا للاهداف وصلنا للاهداف اللي ندور وباش عادت العقليه عادتهم اللي هي زادت تتطور اكثر عند الشباب. نعم ابسطها تجبر شباب معدلين التوعيه حتى من خلال فيديو كليبات حتى من خلال فيديوهات توعويه عدلوا مخاطر المخدرات مخاطر يعني ظواهر يشوفوهم في المجتمع الغار. نعم عاد قاعد حد يتطوع ما وقع تحت اطار شيء ثاني عاد قاعد لا هو بنفسه قاعد نقرض قد يعدل فيديو توعوي يعني عاد تفهم اساليب اخرى عاد تفهم اساليب اخرى نظرا للتكنولوجيا وتطورها. نعم طبعا احنا وصلنا لنهايه البرنامج. سيد حميل عاد فهم كلمه تبقى توجهها في ختام هذه الحلقه وطبعا دائما عن التطوع في موريتانيا تفضل. الكلمه الاخيره لاني اولا اشكركم اشكر البرنامج اشكر التلفزيون الموريتاني على مواكبه هذا الحدث. شرف ايضا انكم ضيف مع الاخت لالة شرف لي وطبعا لان نحن مواصلين لان جربوا ذي المره باللي جربنا البرامج اللي بتمويلها وبدعمها واللي ما تعطي نتائج اليوم لان جربوا التطوع من باب واضح ومن خلال برنامجين برنامج الوطني للتطوع برنامج التطوع والتنميه المستدامه واملي اعلن الشباب الموريتاني اعلنوا جرب هذو البرنامجين واعلنوا ايضا لا يتردد في ناقض بالنسبه للتحديات سيد حمين اللي ان شاء الله يغلب عليها في هذه المره. طبعا لا بد من عندهم تحديات لانه هذا برنامج وطبعا انتم تعرفوا الواقع واقع التطوع ومن اي جاي واللي قدامه ياسر من فهم هناك كثير من الاهداف اللي يلا والله العقبات اللي يلا نتخطاها وهيك نوصلوا للنتيجه المنشوده. نحن التحدي الاكبر المطروح لنا هو تحدي يتعلق بتغيير السياسات العموميه لان يعني دائما يخلقوا تغيرات في مجال السياسات العموميه غير بالنسبه للتطوع سواء منه ذا اللي يتعلق بالتنميه المستدامه او ذا اللي يتعلق بوطننا هو ظاهر في طال برنامج السياسي الرئيس الجمهوريه تعهداتي معناه اعلنه فهم اراده سياسيه صادقه من اجل ان يتواصل هذا العمل وتم زياده من ادائه في خدمه القضايا الوطنيه. الاشكاليه الاخرى اللي مطروحه لنا من تعديات هو عدم فهم الشباب الموريتانيين المفهوم التطوع. يجب على انهم يفهموا على فهم فرق ما بين التطوع ما بين التبرع. نحن في اطار البرنامج الوطني للتطوع ما قلنا لنا جايين من اجل ندور الشباب لانهم يشاركوا بنوفلمه بصفه تطوعيه بصفه بدون تعويض بدون مقابل. نبحث مع الشركاء نحاول اقناعهم من اجل انهم الشباب الموريتانيين يحسوا بانهم قدوا يقدموا خدمه عندها مقابل يسمح لهم بالتكفل ببعض امورهم. جميل جدا على ان الراوقه دان شاب حاصل على وظيفه متطوع ومنين نعطوه مكافأة يقول لنا لا هاي وظفوها في تعداد قوة مستشفى والله شراء أدوات مدرسية لبعض التلاميذ. يا غير هذه مرحلة متقدمة من فهم التطوع يعني هذه مرحلة إن شاء الله نوصل لها إن شاء الله ولانا بعد سوف نصل إن شاء الله ما أنا بعد مثلا متشائمين لا نهاية البرنامج لا عاد فهم كلمة تفضلي. لا نبقى كلمة نوجهها للشباب كاملين عنهم كاملين يقدروا يتطوعوا عن التطوع عنه ما والحد يشد قال والله حد ما يشد قال عن التطوع إرادة ثقافة تترسخ. قول لك واحد أنا عاطل عن العمل بسم حالي نتطوع قرنت عندك وقتك وعندك جهدك عندك كل شيء تقدر تتطوع به كل شيء تقدر تقدمه حتى لو تعاطل عن العمل كل شيء تقدر تقدمه معناه أنك تبادر بيها وتعرف عن البلد عنه بحاجة لك وعنك تقدر تساهم في بناء وطنك بأبسط الإمكانيات. شكرا لك لالا كابر رئيسة منظمة رمى للخدمات الاجتماعية المعنية بشؤون الصم والشكر أيضا موصول لمسؤول الإعلام في البرنامج الوطني لتطوع وطننا حمين معي بس. مشاهدينا الكرام هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج والسلام عليكم.